أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا مر شخص على المقبرة وأهله معه، هل يجوز لأهله أن يسلموا ويدعوا بالدعاء بالثبات لمن زار المقبرة؟ السلام للمار بالمقبرة يشرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وليس هذا من الزيارة المحرمة على النساء، بل هذا سلام مار عابر. يجوز أن المرأة إذا مرت من عند مقبرة أن تسلم وتدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد هذا من الزيارة. أما إذا قصدت الذهاب إلى المقبرة، إذا قصدت الذهاب إلى المقبرة وتقول بسلم وادعو، هذه زيارة لا تجوز. لكن لا مرت من غير قصد مع طريق من يمر من عند مقبرة وسلمت سلاما عاما خارج المقبرة، لا تدخل المقبرة وإنما وهي في الطريق، فهذا لا بأس به لأنه لا يعد زيارة. نعم.